في القرن ال17 قبل الميلاد وفي ظروف طقس غير عادية، يعني مطر قوي او حر قوي او برد قوي، ظهر على جذع الشجر مادة صمغية اللي هي السمغ العربي او الاكاسيا او الارابيك جام. دلوقتي تطور الحال، بدأت الدول كلها تيجي تستوردها من المكان ده وبدأت تدخلها في عمليات تصنيع. دلوقتي هي بنصنع بيها الادوات المكتبية، بنصنع بيها الالكترونيات، بتدخل في معظم مكونات الادوية. صرحت بيها الـ FDA كمادة مضافة لاي دواء، مفيش مشكلة من استخدامها خالص. ايه هو بقى السمغ العربي ده؟ تعالوا نتكلم على الصمغ العربي بالتفاصيل. الصمغ العربي ده الياف لا تهضم يا جماعه، يعني لا ما بتدخلش الدم خالص، هي بتتحكم كده من بعيد لبعيد، تحكم عن بعد، يعني ما بتدخلش الدم، ما بتدورش الدم في حاجه، وبتعمل وظايفها كلها من غير ما تهضم. الياف 90% منها زائبه في الماء. انا عايز اتفق معاكم على حاجه، اي الياف بنتكلم عليها او اي حاجه عرفتوا ان هي مكوناتها معظمها الياف، اول حاجه تخصموها من حصه النشويات بتاعتكم. يعني لو انا باكل نشويات فيها 300 سعر حراري وباخد الياف 20 سعر حراري، يبقى كده النشويات 280 سعر حراري. يبقى الالياف مهمه جدا للنظام، مهمه جدا لمريض السكر، بتنزل السكر في الدم لان هي بتقلل من امتصاص النشويات. تعالوا نشوف بقى فوائد الصمغ العربي. اول حاجه خالص هي بريبايوتيك، وتعالوا نتفق على حاجه كمان، بريبايوتيك دي معناها بكتيريا او غذاء للبكتيريا النافعه اللي في الامعاء. كلنا عارفين ان البكتيريا النافعه اللي في الامعاء دي مهمه جدا للجهاز الهضمي، ولو الجهاز الهضمي شغال تمام كل عملياتك الحيويه هتكون شغاله تمام، ومن ضمنها طبعا الحرق. يبقى كده الجهاز الهضمي تمام، بريبايوتيك يعني الصمغ العربي ده بيغذي البكتيريا النافعه، فالبكتيريا دي بتتبسط جدا من وجود الصمغ العربي، فبتشتغل كويس، فالهضم كويس، فبالتالي بنخس كويس. تاني حاجه، اي الياف في الدنيا لازم تقلل نسبه الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثيه في الدم، فبالتالي القلب هيشتغل بكفاءه اعلى، والاوعيه الدمويه هتكون فريش كده ونظيفه ما فيهاش اي شوائب. تاني حاجه بيعملها الالياف طبعا مهمه جدا، ان هي بتقلل السكر في الدم. قلل السكر في الدم من 10 ل 30 وحده، يعني انت لو سكرك 140 وخدت الياف بعد الغداء، السكر ده يبقى 120، ودي وظيفه مهمه جدا. في ابحاث كبيره قوي بس لسه ما اتاكدناش من صحتها، ان هي ليها تاثير ايجابي جدا على الكلى، ونتائج التحاليل وظائف الكلى بعد تناول الصمغ العربي لمده 3 شهور بتتحسن جدا جدا، بل في دكاتره قالوا ان هي بتعيد تكوين الكلى للي عندهم فشل كلوي. طبعا الكلام ده لسه بيدرس، لسه قدامه وقت طويل قوي على ما يظهر للنور، بس الاكيد اكيد ان الصمغ العربي مفيد جدا جدا لحالات الفشل الكلوي او حالات قصور في وظائف الكلى. الصمغ العربي مضاد للاكسده قوي جدا، يعني بيقوي المناعه وبيقضي على الشوارد الحره. الصمغ العربي مضاد للاكسده قوي جدا، يعني بيقوي المناعه، يعني بيحارب كل انواع او بيحمي من كل انواع السرطانات والامراض المناعيه. الصمغ العربي مهم جدا كمضاد للبكتيريا والفطريات، اي حد بيجيله التهاب متكرر ياخد صمغ عربي ويجرب كده ان شاء الله. الحد الاقصى لاستخدام الصمغ العربي هي 5 جرام في اليوم لمده 6 شهور. جرب كده تستخدم معلقه صمغ عربي 5 جرام تقريبا على كوبايه ميه دافيه، قلب واشرب قبل الاكل بثلث ساعه، هتلاقي شهيتك تماما مقفوله نظرا لاحتواء على الالياف العاليه طبعا، فبتنفش جوه المعده، تبعت سيجنال للمخ ان انت خلاص اكنك كلت بالظبط، فبتشبع فترة اطول حوالي 8 ل 9 ساعات. بالاضافة كونها الياف بتساعد على امتصاص المعادن والفيتامينات المهمة اللي في الوجبة، وكمان بتشبع، بتملى حجم المعدة. طبعا في بداية استخدامك للصمغ العربي هتحس بشوية غثيان، هتحس بشوية اسهال، هتحس بشوية دربكة في جهازك الهضمي، ممكن تحس بمورنينج ستيفنس، يعني تصحى من النوم كده عظمك مكسر شوية. الكلام ده مش هيستمر اكتر من 5 او 6 ايام، لو استمر اكتر من كده وقف الصمغ العربي، مفيش اي مشكلة منه خالص. مش معنى ان احنا قلنا الصمغ العربي ده ساحر وقايم عليه اقتصاد دول، 75% من انتاج الصمغ العربي موجود في السودان والسنغال والصومال. البلاد دي عايشه على تصدير الصمغ العربي، وبداوا يعملوا منظمات وشركات مسؤوله عن توزيع الصمغ العربي لكل بلاد العالم، ومفيش بلد في العالم ما بتستخدمش الصمغ العربي في صناعه الادويه وفي صناعه الادوات المكتبيه وفي صناعه الاكلات والمخبوزات. احنا بنستخدم الصمغ العربي ده بدل الجلوتين للناس اللي عندها حساسيه جلوتين، ومعظم الناس دلوقتي بقى عندها حساسيه من جلوتين، يعني ما بينفعش يستخدموا القمح في اكلهم. الصمغ العربي ده حاجه بتبقى من غير اي اضرار خالص، من غير اي طعم خالص، من غير اي ريحه خالص، وبتضاف للاكل بتاعنا عادي جدا. ده بيستخدموها كمان كلبان للاطفال في اوروبا وفي امريكا، بيستخدموها جوه العصاير، بيستخدموها في العصاير كماده، يعني مش ماده صناعيه، مش الوان صناعيه عشان الاطفال، عشان تفيد الاطفال مش تضرهم. طبعا مش معنى الفيديو اللي انا قلته ده ان الصمغ العربي لو خدته هتخس 20 كيلو، احنا قلنا ده ضمن المنظومه. اتحكم في سعراتك، نوع سعراتك، اكلك، هرموناتك، نومك، الرياضه، مش هتخس 20 كيلو خالص باستخدام الصمغ العربي.
العربي. ما تسمعيش كلام جارتك اللي قالت ان هي خسرت 20 او 30 كيلو من الصمغ العربي. انا دلوقتي بقول لك الصمغ العربي عباره عن عامل مساعد قوي جدا، وكل الفوائد دي فعلا موجوده فيه، بس مش لوحده، لازم المنظومه كلها تكون مكتمله. عرفنا فوائد واضرار الصمغ العربي، وعرفنا ان هو مش اداه سحريه اللي هتخسسك 30 كيلو خلال شهر. نركن بقى الصمغ العربي على جنب شويه، وتعالى اقول لكم على اسرع واسهل طريقه هننزل بيها 30 كيلو خلال شهر. ورقه وقلم وتعالى نكتب بسرعه. اول حاجه تنزل تعمل لايك للفيديو ده دلوقتي. ثاني حاجه هنعمل سبسكرايب ونفعل زر الجرس. ثالث حاجه هنبعت الفيديو لاوسع نطاق عشان المعلومه تنتشر. شكرا، كان معاكم دكتور احمد عبد الرسول.